هاي مثل كل تنين على شاشة المستقبل، موعد مع الاقتصاد مع أرقام هم ومتهمكم بحلقة جديدة من بزنس ماك. واليوم ببزنس ماك مواضيع كتيرة من لبنان والعالم، ولح نتناول آخر الأخبار عن قطاع التكنولوجيا، الاستثمارات، المصارف، الطيران وصناعة السيارات، بالإضافة لأرقام كبرى عن كبرى الشركات العالمية والأخبار الأبرز لليوم. سيارة تويوتا كورولا الأكثر مبيعاً في العالم، أكثر من 40 مليون سيارة كورولا تم بيعها منذ إطلاق الطراز عام 66. نوكيا تتحول من صناعة الهواتف إلى السيارات الذكية، وانخفاض أرباح أديداس 34% في الربع الأول من العام. وببزنس ماج اليوم رح نكون مع حديث خاص أجريناه مع الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم المالكة لسيتي سنتر بيروت إياد ملص، بالإضافة لحديث مع مدير ماستر كارد في منطقة المشرق العربي باسل التل. بداية حلقتنا من لبنان وتحديداً مع القطاع المصرفي، حيث أظهرت البيانات المالية غير المدققة لبنك بيروت نمو سنوي بأرباحه الصافية بنسبة 11.2% ل 36.79 مليون دولار خلال الفصل الأول من 2014، بالمقارنة مع 33 مليون دولار خلال فترة ذاتها من 2013. وبيعود هالارتفاع للزيادة بنسبة 15% بصافي الإيرادات من الفوائد ل 49.6 مليون دولار، الأمر اللي طغى على الانخفاض البسيط بنسبة 0.09% بصافي الإيرادات من العمولات ل 18.8 مليون دولار. نتيجة هالشي ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 7% على صعيد سنوي ل 84.87 مليون دولار. أما بالنسبة للميزانية فبنك بيروت ارتفعت الميزانية عنده بموجودات البنك بنسبة 18% على صعيد سنوي ل 13.36 مليار دولار، مع ارتفاع بمحفظة ودائع الزبائن بنسبة 17.12% ل 10.14 مليار دولار. التسليفات الصافية بلغت حوالي 3.6 مليار دولار، بحين تراجعت نسبة التسليفات الصافية من ودائع الزبائن لنحو 36% خلال الفصل الأول من سنة 2014 مقابل 38.6% خلال الفترة نفسها من سنة 2013. أيضا حقق المصرف زيادة بأمواله الخاصة بنسبة 8.33% على صعيد سنوي لحوالي 1.6 مليار مليون دولار مع نهاية شهر آذار من سنة 2014. منكمل مع القطاع المالي، حيث تراجعت قيمة استثمارات المؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية بالأوراق المالية الأجنبية بنهاية 2013 بنسبة 7.1% لتبلغ 6 مليارات و300 مليون دولار، بعد ما كانت 6 مليارات و800 مليون دولار بنهاية العام 2012. وبعود السبب بحسب البيان الصادر عن جمعية المصارف بلبنان لارتفاع الدين العام بنسبة 1.63% خلال شهر شباط فبراير 2014 ليبلغ 97.96 مليار ليرة لبنانية من 96.39 مليار ليرة لبنانية بكانون الثاني من سنة 2014. ولفت البيان إلى أن القطاع المصرفي اللبناني لا يزال مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام، بحيث تشكلت حصته من إجمالي الدين بالليرة اللبنانية 52.7%، بيتبعه مصرف لبنان 30% والقطاع غير المصرفي 17.3%. ومن جهة توزيع الدين العام بالعملات الأجنبية، تركزت الغالبية منه بخانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية يورو بوند بنسبة 89.9%، ثم التسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات المتعددة الأطراف 4.6% والاتفاقيات الثنائية 4.5%، والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس 0.4%. من أخبار قطاع المال منروح بجولة مختصرة ومفيدة مع أبرز الأرقام من حول العالم مع البين نمبرز. We'll be right back.
عم نلاحظ التغيرات اللي حصلت بالتكنولوجيا على مدى السنوات الماضية، وبناء على هالشيء شو هي التطورات الأبرز اللي رح بتكون متناول المستهلكين خلال السنة الحالية؟ مصرة يعني أنت تخبري العالم شو بعد جاي منتظرون؟ أكيد المشاهدين دايما معودين اللي بيتابعوا بزنس ماج خبرون آخر الأخبار الاقتصادية. دعاية لبزنس ماج. أكيد. إذن من المتوقع أنه يشهد عام 2014 العديد من التقنيات الناشئة والاختراعات الحديثة اللي رح تكون إلى الكلمة الفاصلة على الساحة. على سبيل المثال التلفزيونات الذكية اللي من المتوقع أنه يزداد عدد مستهلكينا ليوصل ل 123 مليون بسنة 2014 بعد ما كان 83 مليون بسنة 2013. وبظل هالنمو بتستمر المنافسة القوية بين الشركات المصنعة للتلفزيونات مثل سامسونج، باناسونيك وال جي، أما الأمر المنتظر بشكل كبير فهو تلفزيون أبل أو الآي تي في المتوقع وجوده بإمكانيات مبتكرة. التكنولوجيا الثانية اللي رح نحكي عنها هي الساعات الذكية، فبعد نمو وانتشار الهواتف الذكية والتابلت رح تكون سنة 2014 سنة الساعات الذكية مع إمكانية مطالعة البريد الإلكتروني ومتابعة الأخبار بمجرد النظر للساعة. وبسنة 2014 بيترقب المتابعون وصول ساعة جوجل اللي رح تنفذ كل شيء قبل الطلب منها. هالساعات اللي رح يزيد ذكائها مع تعلمها الجديد عن تصرفاتنا اليومية والتأقلم الكبير مع أعمالنا اليومية، إضافة للاختراعين المذكورين من المتوقع أيضا انتشار الطابعة الثلاثية الأبعاد 3D Printer اللي رح يكون بإمكانها تصنيع كل شيء بنحتاجه حتى موس الحلاقة. فكرة حلوة. استثمارات جديدة لنوكيا يلي عم تنتقل من الهواتف الذكية للسيارات الذكية بمواجهة جوجل، بالإضافة لمقابلات حصرية ببزنس ماج بعد بريك قصير.